مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظة تسعدنا أن نستضيف أفضل حارس في بطولة هلال الزهراني للفئات السنية، عبد الرحمن الرمادي من فريق الجزيرة. كابتن عبد الرحمن، في البداية نمسي عليك. عبد الرحمن عبدو، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الرحمن، أخذ أفضل حارس. أسأل. أنا عبد الرحمن عبدو، جائزة أفضل حارس في هذه البطولة ماذا تعني لك؟ تعني الكثير والكثير، هذه توفيق من رب العالمين، الله وفقني في حياتي إن شاء الله. هذه أول مرة أخذها، إن شاء الله أيام القادمة إن شاء الله أخذ أفضل. فريق الجزيرة ودع من دوري الأربعة، لماذا؟ والله يعني زي ما انت شايف فريقين لاعبين، يعني فريقنا ما ادى مستوى اكثر، بس الفريق الخصم الثاني ادى اكثر واكثر، توفق ان شاء الله الحمد لله. خصمكم بالامس اليوم يلعب المباراه النهائيه، هل يكسب البطوله؟ تتوقع ام فريق فايربول سيفوز البطوله؟ ان شاء الله اتوقع الزهراني راح يفوز اليوم، بالتوفيق للزهراني. كابتن عبد الرحمن شكرا لك. عفوا.